فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجت اليدين أو إذا خرجت اليدان والرجلان بالنسبة للمرأة في الصلاة، فهل تكون صلاتها باطلة؟ نعم، ما يباح لها إلا الوجه، كشف الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب غير محارم تكشف وجهها، وما عدا ذلك فإنها تستره، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم.